اثنين، 43، 44، 45، 45. 40 و5، 45 ذهبي يا أبو نجيب. 45، إيه سيدي 45، يعني قديش بيخيصوا عن 50 يعني؟ شو ها؟ شو في؟ لك شو في؟ الله لا يوفقك، شو في؟ لك شو ها؟ فواكي. والله جد؟ ليكون ماني مشتري انه فواكي، ما مضروب على عندي بعرف انه فواكي، منين جبتيهم؟ اشتريتهم من عند السمان. ولي؟ قديش اشتريتيهم؟ ما بعرف يعني هيك بشي 5 براغيث. شو؟ 5 براغيث؟ ولك انت مجرمة، انت سفاحة؟ ايه وشو هالشغلة؟ مصرية وانا حرة فيهم. ولك والله صدقوا اللي قالوا. صدقوا اللي قالوا، الفقر ما بيتعدى على حدا، ما بيتعدى على حدا. لك يا بنت الحلال، يا بنت الحلال لو اعطيتيني اياهم لخبي لك اياهم ما كان احسن لك واستر؟ لا لا احسن لي ولا استر لي. طيب الموز اعطيني وحده ندوقها. يا مو على اساس صايم؟ ها هي صايم صح، صايم الحمد لله، لكان صايم. ما قلتي لي ما رحتي عند مشاهي؟ لا ما رحت، هلا بدي روح. إلا كان ما بصير يا حرمه، واجب لازم تروحي. يلا يلا قومي قومي روحي. يلا يلا. لك 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 وين اخذتي انا دور؟ لبيت ام شاهر، مو حلو يفوت لعندهم وايدي فاضيه. ها على اساس بيت ام شاهر كثير عاوزينك، ما عندهم فواكه. لا مو ناقصهم، بس هيك بيعمل الواحد قدره قيمه لحاله وبيقوم بالواجب. يدخيلك دخيلك انت واجبك ست راسي، دخيلك انت واجبك كثير موجبه، كثير صاحبة قدر وقيمة. ولك يا بنت الحلال، يا بنت الحلال هدول حاطين حقهم دم قلبنا، نحن اولى فيهم. مصريي وانا حرة فيهم. طيب الله يوفقك، خلي لك كم موزة كم برتقاني باكلهم بعد المدفع. الله يوفقك. سكي معبود مسكي. شو هدولي؟ هدول كري عبود، خلاهن عندي المرحوم قبل ما يموت بيومين مشان أعطيك إياه. خليهن معك، بكرة بيشوفهن أبو نجيب وبياخذهن مني. خلي لي إياهن معك. الله يخليك. مثل ما بدك. اطمنيني أم شاهر، إن شاء الله ما عم بيعذبوكي هالبنات. الله يكون بعونهم. أيام بيبكوا بدهن أمهم وأبوهم، وأيام بيلتهوا. بس والله هالشاهر مانو مقصر معهم ابنه، الله وكيلك، صاروا يستنوه بالدقيقة لحتى يجي مشان يلعبوا. خالة جيبك؟ خالة جيبك؟ شو بيعمل الشاهر شو جاب لي على العيد؟ يا سلام شو حلو. وأنا كمان جاب لي لحفرجك يا عمي. الله يخلي لكم عمكم شاهر ويجبر بخاطره يا حبيبي. آمين. الله يسلمك يا رب. الذهبات الذهبات لك الذهبات. خلي لك يا أمي كتفاري كتفاري، هنخبر شكل أبيض ليومك الأسود. يا أمي والله يا أمي كل أسود، أنا والله كل أسود كل يا ولدي يا ولدي.
يكسر ايدك، الله يكسر ايدك، الله يكسر ايدك، الله يكسر ايدك. لا لا خلص، بدك تفنجيني انت، بدك تجيبي لي السكه انت. ولك والله عندي عمقتي من اول، والله والله ماني مرتاح لك. الله يعذبني ياك الهي، الله يعذبني ياك. مرحبا بياسين. اهلين ابو صفوان. السلام عليكم ابو صفوان. شباب صفوان وين الصندوق تبعك؟ خليها لربك، بعناه. والله ما اصبر من حظ ابو نجيب. يا سيدي بكره العيد ابو نجيب، رح تضبط معه ضبطه غير شكل. لك شو عيد وما عيد، والله ما يشوفوه بكره بضايات الحاره عم يشغل صندوق ولا يصور. انت ابو صلاح بتعيد ما راح نزل البضاعة؟ حلو منظمينا وعدة توتي. أعوذ بالله ما راح نزل شيء لا بهذا العيد ولا بعيد كبير. الله يرحم أبو أدهم، شو قليل عنا. على كل حال إذا نزلت شيء ما راح حدا يشتري. المخلوقة بعتي خبر وبيعرف الشيخ نسير بدها مفتاح البيت. شو ما كان يا عمي شاهر بضل البيت بيتها وبيت ولادها. بقى الله يطلع عليك وبديها منك تعطيها المفتاح. كلامك على راسي مختار، بس المخلوقة أنا بعرفها منيح. أنا شايف إنه هي ما بتستاهل تأخذ المفتاح. لا يا ابني لا، لا تكون ظالم، هذا حقها. إيش وعليه؟ الشورشوركم والقولولكم. هاي المفتاح مختار. الله يرضى عليك يا شاير. طول عمرك سكرت وأبضاي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوتي أختي فوتي. ولك اهدى لا افهم عليك، ما فهمت عليك شيء. عبود شبنا شوي شوي مو هيك. لحمة لك شو سويت في حالي انا؟ لك شو سويت؟ شلون بدي صير نام لحالي من هون ورايح؟ ولي؟ لا، الأحلى بتطلب مقدمة ومؤخرة. ولي؟ والله بيخرب بيتي. خليني لحق، خليني لحق ورجعها قبل ما تعمل لي شي طرني بالحارة. قوم قوم يا ولد قوم. هلا منحط الحرمة عند الموضع كم يوم لبين ما تهدى، وبعدين بنبعث خبر لأبو نجيب وبنحل المشكلة. خير إن شاء الله. مختار هاي عبود مشان تسألوه كم سؤال عن قتل المرحوم. عبود خالي. عبود تعال. انت شفته للي قتل العقيد؟ انت شفته للي قتل المرحوم ابو ادهم؟ شفته؟ يعني اذا شفته تعرفوا شلون شكله؟ مين بيقصد كلمة بابا؟ بيقصد المرحوم أبو أدهم. كان يعامله مثل ابنه وياخده معه وين ما راح. بقى في حدا بهالشهر الفضيل بيفطر وبتسحر برغل مسلوق بدون ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يكون بعونه. إذا مرته أم نجيب الله يرحمها بيقولوا ماتت من الجوع، أنا شو بدي أترجى منه؟ الله يرحمها. أنا بعترف إني طالعت الذهبات وصرفت منه، صرفت مشان آكل وألبس. تعري هو بده حرمة لا بتاكل ولا بتلبس. أنا سألت شيوخه وقالوا لي إنه هي مو سرقة. اضحكي يا مضحكي. أنا مرقت علي أيام كثيرة كنت أقلب بضحك، ومرقت علي أيام كنت أقعد لحالي وأبكي، أبكي من كتر ما أنقهر. لهلأ ما فهمت عليك، يعني شكله. السلام عليكم. وعليكم. والله لا اشتكي علي انا كركون يا سيدي. خلصنا يا ابن نجيب، كمان الولد متضايق على امه. يا سيدي يضرب هو وامه. ايه ابن نجيب من شي داسي
كنه اهدى واحكي لي شو صار بينك وبين حرمتك بالتفصيل. الله احكي لك ما صار شي يا سيدي. الحرمة طلعت حرامية، حرامية يا مختار. لا حول ولا قوة الا بالله، ما منك خواص، ما منك خواص. نتم اليوم رايح، بدي يصير اسهر بالليل ونام بالنهار، ما في غير هيك. الله يلعن الشيطان يا ابو مجيد، الله يلعن الشيطان. لكن والله على اللي كنا عم نتونس فيها، بس انت كمان الحق.